بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي أخواتي في كل مكان، تحية من عند الله مباركة طيبة نقدمها لحضراتكم في مستهل هذه الحلقة الجديدة من برنامج الرد الجميل. أيها الإخوة والأخوات، كان الأنبياء السابقون هداة لأقوامهم، وكانت معجزاتهم حسية، والمعجزة الحسية كتألق عود الثقاب، تشتعل ثم تنطفئ فتصبح خبرا يصدقه من يصدقه ويكذبه من يكذبه. ولكن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، وبعثته صلى الله عليه وسلم لكل الأمم أجمعين، وأن كتابه الخالد خاتم الكتب. إذن يجب أن تكون معجزته مستمرة، ولا تكون مستمرة إلا إذا كانت علمية، ومن هنا كان الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة. الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، هذا هو موضوعنا وتلك حلقتنا من برنامج الرد الجميل. يسعدنا إخوة أخواتي أن نستضيف العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، الداعية الإسلامي المعروف. مرحبا بكم دكتور. بكم وحياكم بارك الله، الله بكم ونفع بكم. أمين يا رب. أستاذنا الجليل، يعني بداية نود أن نتعرف على مفهوم المعجزة. وهل هناك فرق بين الإعجاز والمعجزة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. الحقيقة الأولى أن كمال الخلق يدل على كمال التصرف، فهذا الكون معجز، فيه حكمة ما بعدها حكمة، فيه علم ما بعده علم، فيه قدرة، فيه غنى. بل إن بعض كبار العلماء قال: كل إنسان لا يرى في هذا الكون قوة هي أقوى ما تكون، عليمة هي أعلم ما تكون، رحيمة هي أرحم ما تكون، هو إنسان حي ولكنه ميت. لذلك هذا الكون ينطق بكل تفاصيله بوجود الله ووحدانيته وكماله، وكمال الخلق يدل على كمال التصرف. ومن كمال أفعال الله أنه أرسل الأنبياء والمرسلين، بعثهم هداة للبشر. ولكن حينما يأتي إنسان ويقول أنا رسول الله، هناك من يكذبه، لأن الإنسان يألف ويتحرك وفق شهواته ومصالحه. فإذا جاء منهج يقيد حركته بإفعل ولا تفعل، في شيء حرام في شيء حلال، هذا المنهج الذي يحد من حركته يشعر بالنفور، بالنفور. نعم. لذلك هناك من يكذب النبي وقال الذين كفروا لست مرسلا. هو السؤال الآن: كيف يشهد الله لعباده أن هذا الإنسان رسوله؟ هنا فلا بد من أن يشهد له بطريقة أو بأخرى. صحيح. الطريقة التي شهد الله لها، شهد الله لأنبيائه السابقين أنهم أنبياؤه، المعجزات الحسية. يعني سيدنا موسى ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. صح. ضرب البحر بعصاه فإذا هو طريق يابس. هذه المعجزات الحسية كتألق عود الثقاب كما تفضلت، تتألق ثم تنطفئ تصبح خبرا يصدقه من يصدقه ويكذبه من يكذبه، والشيء طبيعي جدا لأن كل نبي لقومه. أما نبينا عليه الصلاة والسلام لكل الأمم أجمعين، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين، وكتابه خاتم الكتب. إذن ينبغي أن تكون المعجزة وهي شهادة الله لعباده أن هذا الإنسان رسوله، أن تكون علمية. ولا تكون علمية إلا إذا كانت ضمن الكتاب الكريم. فالقرآن الكريم فيه ما يزيد عن 1300 آية تتحدث عن الكون. والشيء الذي يلفت النظر
أن النبي صلى الله عليه وسلم في أي موضوع تعبدي له مئات الأحاديث. هذه الآيات الكونية لم يرد في شرحها حديث واحد، وكأن هذا توجيها من الله عز وجل، لأنه لو شرح هذه الآيات الكونية شرحا مبسطا يفهمه أصحابه لأنكرنا عليه نحن الآن، بل لو شرحه شرحا مفصلا بحسب ما أراه الله من آياته الكبرى لأنكر عليه أصحابه. لذلك أنا أتصور إما بتوجيه من الله أو باجتهاد منه لم يتطرق النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الآيات، بل ترك كل آية لعصرها، فإذا تقدم العلم كشف عن بعض هذه الآيات. هذه الآيات الكونية التي فيها إشارات علمية إلى بعض الحقائق هي في الحقيقة شهادة الله لعباده أن الذي خلق الأكوان هو الذي أنزل القرآن. يعني الإنسان حينما يرى كتابا في حقائق اكتشفت الآن وقد أشار إليها النبي قبل 1400 عام، هذا دليل قطعي قاطع مفحم على أن الذي خلق الأكوان هو الذي أنزل هذا القرآن. سبحان وتعالى. حينما صعد الإنسان إلى القمر والمركبة انطلقت من الأرض وقطعت 65,000 كيلومتر، هي طبقة الهواء، فإذا رائد الفضاء يصيح بأعلى صوته لقد أصبحنا عمياً لا نرى شيئاً. السبب هناك حالة اسمها انتثار الضوء ضمن الهواء، فحينما تسلط أشعة الشمس على ذرات الهواء هذه الذرات تعكسها على ذرات أخرى، فهناك مكان في الأرض فيه أشعة الشمس ومكان آخر فيه ضوء الشمس. هذه الظاهرة اسمها انتثار الضوء، هذه لا تكون إلا في طبقة الهواء، فلما تجاوز رائد الفضاء هذه الطبقة انقطعت هذه الظاهرة الفيزيائية، فصار الجو مظلماً ظلاماً تاماً، فصاح رائد الفضاء لقد أصبحنا عمياً لا نرى شيئاً. هي في أول مركبة أرسلت إلى القمر. نفتح القرآن الكريم، يقول الله عز وجل ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا الله بل نحن قوم مسحورون. هذه الآية تشير إلى ظاهرة لم تعرف إلا بعد أن يرتاد الإنسان الفضاء الخارجي، فآية تأتي قبل 1400 عام تشير إلى حقيقة اكتشفت قبل 20 أو 30 وهي عام، انتثار الضوء. هو انتثار الضوء. نعم. هذه واحدة. تفتح القرآن الكريم يقول الله عز وجل فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وكالة ناسا الفضائية عرضت قبل 10 سنوات صورة لوردة جورية لا يشك لثانية واحدة أنها وردة جورية. ما المقصود بالوردة الجورية دكتور؟ يعني أوراقها حمراء داكنة، كأسها في الوسط أزرق اللون، حولها وريقات خضراء. لا، كلمة وردة نفسها. الآن دقيقة. نعم. الوردة نبات جميل الصورة، فهي وردة جورية، وردة حمراء هكذا معناها. لكن هذه الصورة التي عرضت في الإنترنت في موقع ناسا الفضائي وردة جورية بأوراق الحمراء الداكنة وبوريقاتها الخضراء الزاهية وبكأسها الأزرق في الوسط، كتب تحتها صورة نجم اسمه عين القط يبعد عنا 3,000 سنة ضوئية. لا قوة إلا بالله. فالآية الكريمة فإذا وقد انفجر النجم، صورة انفجار نجم اسمه عين القط يبعد عنا 3,000 سنة ضوئية. قال تعالى فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ولا تجد شرحا لهذه الآية كهذه الصورة، ما
بل إن الإمام عليا كرم الله وجهه يقول في القرآن آيات لما تفسر بعد. يعني أحيانا تركب طائرة من أحدث الماركات وصنعة حديث جدا، تركب في الدرجة الأولى، مقاعد وسيرة، تأكل وتشرب وتشاهد، فتفتح القرآن الكريم يقول الله عز وجل: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. ويخلق لو أن الآية انتهت هنا ليس هذا الكلام كلام الله عز وجل. في قوله تعالى: ويخلق ما لا تعلمون، هذه تغطي الطائرة، تغطي المركبة، السيارة، القطار، الحوامة، فهذا كلام خالق الأكوان. لذلك: والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. أستاذ راضي، جزاك الله خيرا. تفضل سيدي. تفضل. الإنسان حينما يتأمل في ملكوت السماوات والأرض يرى عظمة الله وجها لوجه، بل إن التفكر في خلق السماوات والأرض أقصر طريق إلى الله وأوسع باب ندخل منه على الله، لأن الإنسان إذا تفكر في خلق السماوات والأرض يرى وجها لوجه عظمة الله عز وجل. فلذلك الإنسان إذا عرف الآمرة عن طريق التفكر في آياته، عن طريق التفكر في آياته الكونية وآياته التكوينية وآياته القرآنية، آيات الله عز وجل الدلائل على عظمته. هناك آيات كونية خلقه، وهناك آيات تكوينية أفعاله، وهناك آيات قرآنية كلامه. فالتفكر في خلق السماوات والأرض أقصر طريق إلى الله وأوسع باب ندخل منه على الله. بين الأرض وبين أقرب نجم ملتهب 4 سنوات ضوئية، طبعا أقرب نجم ملتهب عدا الشمس، بيننا وبين الشمس 8 دقائق فقط ضوئية، بين الأرض وبين أقرب نجم ملتهب 4 سنوات ضوئية، الضوء يقطع في الثانية الواحدة 300,000 كيلومتر. كم يقطع في الدقيقة؟ ضرب 60. كم يقطع في الساعة؟ ضرب 60. كم يقطع في اليوم؟ ضرب 24. كم يقطع في الشهر أو في السنة؟ ضرب 365. كم يقطع في 4 سنوات؟ بيننا وبين هذا النجم الملتهب 4 سنوات ضوئية، والضوء يقطع في الثانية الواحدة 300,000 كيلومتر، فضرب 60 بالدقيقة، ضرب 60 بالساعة، ضرب 24 باليوم، ضرب 365 بالسنة، ضرب 4. هذا الرقم ابنك الصغير يحصل عليه بآلة حاسبة خلال دقائق. لو تصورنا طريقا لهذا النجم ونركب مركبة أرضية، فإذا قسمنا هذه المسافة على سرعة السيارة 100 كيلومتر في الساعة، الناتج كم ساعة تستغرق هذه الرحلة؟ وإذا قسمنا الرقم على 24 كم يوم؟ وإذا قسمناه على 365 كم سنة؟ هل تصدق أن رحلتنا إلى أقرب نجم ملتهب تحتاج إلى 50 مليون عام؟ لا قوة إلا بالله. ما معنى 4 سنوات ضوئية؟ لو أن هناك مركبة أرضية ولهذا النجم طريق سالك وركبنا هذه المركبة لاحتجنا إلى 50 مليون عام. السؤال الآن: متى نصل إلى نجم القطب الذي يبعد عنا 4,000 سنة ضوئية؟ ومتى نصل إلى مجرة المرأة المسلسلة التي تبعد عنا 2,000,000 سنة ضوئية؟ ومتى نصل إلى نجم اكتشف حديثا يبعد عنا 24,000 مليون سنة؟ 24,000 مليون سنة ضوئية، مع أن هذا النجم الذي هو أقرب شيء إلينا بعده عنا 4 سنوات ضوئية، يستغرق الوصول إليه 50 مليون عام، والأربعة وعشرين ألف مليون سنة. الآن نفتح القرآن الكريم: فلا أقسم
بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. سبحان الله. إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. النقطة الدقيقة جدا أن الأرض تبعد عن الشمس 156 مليون كيلومتر، يقطعها الضوء في 8 دقائق، وحجم الشمس يزيد عن حجم الأرض بمليون وثلاثمائة ألف مرة، يعني 1,300,000 أرض تدخل في جوف الشمس، والمسافة بينهما 156 مليون كيلومتر. في برج العقرب، وقد قال الله عز وجل والسماء ذات البروج، في برج العقرب نجم صغير متألق أحمر اللون اسمه قلب العقرب، يتسع للأرض والشمس مع المسافة بينهما، يتسع للأرض والشمس مع المسافة بينهما. هذا الإله العظيم يعصى؟ ألا يخطب وده؟ سبحانه وتعالى. ألا ترجى جنته؟ ألا تخشى ناره؟ تعصي الإله وأنت تظهر حبه؟ ذاك لعمري في المقال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. تفضل. في سؤال نتابع؟ يعني تفضل حضرتك. نعم. الآن قال تعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. نعم. قد لا يصدق المستمع أن النظرية العملاقة، النظرية النسبية التي غيرت مفاهيم الفيزياء والتي جاء بها أينشتاين، هذه النظرية مدرجة في عدة كلمات في القرآن الكريم. هذا الموضوع عرض في مؤتمر الإعجاز العلمي الخامس الذي عقد في موسكو، وأصله 100 صفحة، أنا أشرحها شرحا مبسطا. القمر أستاذ راضي، تفضل. القمر يدور حول الأرض دورة كل شهر، فإذا أخذنا مركز القمر ومركز الأرض ووصلنا بينهما بخط، هذا الخط هو نصف قطر الدائرة التي هي مسار القمر حول الأرض، ونعرف هذا الطول من نصف قطر الأرض مع نصف قطر القمر مع المسافة بينهما. فإذا وصلنا خطا بين مركز الأرض ومركز القمر، هذا الخط هو نصف قطر الدائرة التي هي مسار القمر حول الأرض، هذه الدائرة يقطعها القمر كل شهر، فضرب 12 شهر بالسنة، ضرب 1,000 سنة. الآية الكريمة وإن يوما عند ربك كألف سنة، لو قسمنا هذه المسافة التي يقطعها القمر في رحلته حول الأرض في 1,000 عام، يعني نصف قطر الدائرة مأخوذ من نصف قطر الأرض مع نصف قطر القمر مع المسافة بينهما، ضرب 2 قطر، ضرب 3.14 المحيط، ضرب 12 بالشهر، ضرب 12 بالسنة، ضرب 1,000 في 1,000 سنة، في رقم، يعني عدد الكيلومترات التي يقطعها القمر في رحلته حول الأرض في 1,000 عام، عدد الكيلومترات التي يقطعها القمر حول الأرض في 1,000 عام، لو قسمنا هذا الرقم على ثواني اليوم لكانت سرعة الضوء الدقيقة 299,652. لو قسمنا ما يقطعه القمر في رحلته حول الأرض في 1,000 عام على ثواني اليوم لكانت سرعة الضوء الدقيقة، يعني 299,652. الآية الكريمة وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، يعني ما يقطعه القمر في رحلته حول الأرض في 1,000 عام يقطعه الضوء في يوم واحد. سبحان الله جل شأنه. هذه النظرية أينشتاين النسبية التي قلبت مفاهيم الفيزياء
والتي جعلت حركة الضوء هي الحركة المطلقة في الكون، وأن الشيء إذا سار مع الضوء توقف الزمن، فإذا سبقه تراجع الزمن، فإذا قصر عنه تراخى الزمن. هذه النظرية العملاقة وردت في القرآن الكريم في بضع كلمات: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. حقا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إخوة أخواتي، نلقاكم بعد هذا الفاصل فكونوا معنا. الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة، هذا هو موضوعنا وتلك حلقتنا من برنامج الرد الجميل. نعود إلى ضيفنا وضيفكم العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي. أستاذنا الكريم جزاكم الله خيرا، نخلص من كلام فضلتك أن القرآن الكريم معجزة عقلية لها الخلود لدوام تأثيرها في العقل على مر العصور ولا ترتبط بعصر النزول كما تفضلت فضلتك، وهذه الحقيقة. نعود إلى تساؤل: هل هناك فرق بين المعجزة والإعجاز؟ فرق كبير جدا. نعم، المعجزة خلق لنواميس الكون، يعني البحر أصبح طريقا يبسا، هذه معجزة. سيدنا إبراهيم ألقي في النار فلم يحترق، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الله عز وجل ألغى خصائص النار، بل بعض العلماء يقول لو أن الله قال يا نار كوني بردا لمات من البرد وسلاما، ولو لم يقل على إبراهيم لألغي مفعول النار في كل مكان. يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، خصصها بسيدنا إبراهيم. نعم. فالمعجزة خرق لنواميس الكون. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، فالإسراء والمعراج خرق لنواميس الكون. إحياء الموتى لسيدنا عيسى خرق لنواميس الكون. أن تظهر ناقة من الجبل خرق لنواميس الكون. سيدنا صالح، فالأنبياء معهم المعجزات الحسية، وهذه أمروا أن يتحدوا بها من حولهم. معجزات حسية يعني ملموسة ومنظورة. نعم ملموسة. ويراها الناس. هذه المعجزات الحسية كما قلت ظهرت وانتهت، أصبحت خبر. يصدقه من يصدقه ويكذبه من يكذبه، فهذه خلق لنواميس الكون. أما الإعجاز شيء آخر. الإعجاز العلمي سبق علمي، يعني حقيقة وفق نواميس الكون، لكنها كشفت الآن. يعني في أمثلة كثيرة جدا، ولنختار مثال من السنة. النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم نهانا أن نقطع رأس الدابة التي سوف نذبحها، أمرنا أن نقطع أوداجها فقط في الذبح. نعم في الذبح. في عهد النبي ليس هناك مركز علمي في الأرض قادر أن يعلل هذا التوجيه. بالمناسبة كلام النبي عليه الصلاة والسلام ليس من خبرته ولا من ثقافته ولا من معطيات عصره، إن كلام النبي عليه الصلاة والسلام وحي يوحى. فالنبي الكريم نهى أن يقطع رأس الدابة أثناء ذبحها، بل أن تقطع أوداجها فقط. لماذا؟ العلة. الشرح دقيق جدا. اكتشف علماء الطب أن القلب ينبض 80 نبضة بأمر ذاتي، لأن القلب عضو نبيل جدا وخطير جدا، وحياة الإنسان متوقفة على النبض، لذلك هو لا يأخذ أمره بالنبض من الشبكة الكهربائية العامة من كهرباء الجسد، بل هناك مركز كهربائي في القلب خاص يعطيه هذا الأمر. هناك مركز ثاني، لو تعطل الأول لعمل الثاني. هناك مركز ثالث، لو تعطل الثاني لعمل الثالث. هناك مراكز كهربائية في القلب تعطي الأمر بالنبض، والآن هذا المركز قد يتعطل، فيه بطارية، توضع بطارية للإنسان. هذا المركز يعطي أمر بالنبض 80 نبضة فقط إطلاقاً. لكن إنسان أحياناً بيكون يصعد درج، يهرب من عدو، يبذل جهد كبير، بيحتاج إلى 180 نبضة. كيف يرتفع النبض؟ هنا المشكلة.
الإنسان سوف أوضحها بمثل. ماشي في بستان رأى ثعبان، ما الذي يحصل؟ تنطبع صورة الثعبان على شبكية العين، صورة، هذه الصورة لا تقرأ في العين، تنتقل إلى الدماغ إلى مركز الرؤية. في الدماغ تقرأ من خلال مفهوم الثعبان. فالإنسان من خلال دراسته في الابتدائي والإعدادي والثانوي تلقى معلومات عن الثعبان، سمع كم قصة عن الثعبان، شاهد ثعبان في وعاء، يعني رأى ثعبان بنفسه. مجموع المشاهدات والمعلومات والخبرات والخواطر تتمثل أمام عينيه في هذه اللحظة، ملف الثعبان. هذا الملف يقرأ الصورة. فالدماغ ملك الجهاز العصبي، يدرك أن هناك خطر على الحياة، وهذا الدماغ ملك الجهاز العصبي يلتمس من ملكة عنده اسمها الغدة النخامية، هذه ملكة الجهاز الهرموني مع أن وزنها نصف غرام، تتحكم بكل الغدد الصماء في الجسم. فالدماغ ملك الجهاز العصبي يلتمس من ملكة الجهاز الهرموني أن تواجه الخطر. هذه الملكة عند وزير داخلية اسمه القذر، يقبع فوق الكليتين، تعطي له أمراً بمواجهة الخطر. القذر يواجه الخطر، يرسل رسالة إلى القلب برفع النبض ل 180 نبضة، سبحان الخالق. والرسالة الثانية إلى الرئتين ليزداد الوجيب توافقاً مع القلب، ورسالة ثالثة إلى الأوعية المحيطية في الجسم تضيق لمعتها، فإذا ضاقت لمعتها اصفر الإنسان، فالخائف يرتفع نبضه ل 180 نبضة، ويلهس يرتفع وجيب رئتيه ولونه أصفر. رسالة رابعة إلى الكبد، يطلق كمية سكر إضافية، لو فحصنا دم الخائف عنده سكر 300 ميلي تقريبا. وأمر خامس بإطلاق هرمون التجلط. فالإنسان إذا خاف بلمح البصر يرتفع نبضه ل 180 ويزداد وجيب رئتيه، وتضيق أوعية الجلد يصفر لونه، وبعد ذلك يطلق كمية سكر إضافية، وبعد ذلك يطلق هرمون التجلط. هذا موقف الإنسان حينما يواجه الخطر. إذن الدابة لو قطعنا رأسها لانقطع الأمر الاستثنائي في نبض القلب، لبقي النبض 80 نبضة، 80 نبضة لا تخرج الدم بأكمله، يخرج ربع الدم فقط. أما حينما يبقى الرأس متصلا يعمل الأمر الاستثنائي. فلذلك الدابة حينما يبقى رأسها موصولا بها وتقطع أوداجها كل دمها يخرج، لأن القلب صار نبضه 180 نبضة. هذه الحقيقة العلمية الدقيقة الدقيقة كشفت قبل 20 سنة تقريبا، والنبي وجهنا إليها قبل 1400 سنة. هذا يؤكد أن كلام النبي عليه الصلاة والسلام فيه دلائل نبوته. نحن نقول في القرآن إعجاز علمي، ونقول في السنة دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هناك آيات واضحة جدا في نصوص الكتاب والسنة. بارك الله فيكم دكتور. بعد هذا العطاء الطيب ننتقل إلى النفس، يعني ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. نأتي إلى قول الله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. منطق هذه الآية يدعونا إلى النظر في أنفسنا لنرى ونلمس آلاء الله سبحانه وتعالى على عباده. ما الآيات، يعني الآيات في النفس عديدة وكثيرة ومتنوعة، نود أن نذكر السادة المشاهدين بهذه الآيات في النفس. أستاذ راضي جزاك الله خيرا. فضل سيدي. الله عز وجل يقول الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الله عز وجل يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الله عز وجل يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. يعني بعض الأمثلة، الإنسان لو سافر إلى بلاد الشمال إلى فنلندا مثلا، الحرارة 69 تحت الصفر، طبعا يضع قبعة على رأسه، يضع قفازات في يديه، معطف، صوف، ألبسة صوفية، لكن ماذا يفعل بعينيه؟ هل يستطيع أن يضع على عينيه
قماش ليحميها من البرد، مستحيل. وفي العين ماء، والماء على تماس مع 70 تحت الصفر. فإذا أي إنسان يسكن في هذه البلاد يجب أن يفقد بصره. لا قوة إلا بالله. ما الحل؟ أودع الله في ماء العين مادة مضادة للتجمد. يد من؟ قدرة من؟ الله. حكمة من؟ الله. هذا الإله يعصى؟ وأودع الله في ماء العين مادة مضادة للتجمد. الآلات التصوير الحديثة جدا، الرقمية الاحترافية الغالية جدا، في بالمليمتر مربع 10,000 مستقبل ضوئي، بالمليمتر كالتي أمامنا. لكن العين في بالمليمتر مربع من الشبكية 100 مليون مستقبل ضوئي. من أجل أن ترى، أن يرى الإنسان 8 ملايين لون، ولو درج اللون إلى 800,000 درجة لأدركت العين البشرية الفرق بين درجتين. ألم نجعل له عينين؟ هذه من آيات الله الدالة على عظمته. والله أستاذ راضي، لو فكر الإنسان في جسمه لخشع قلبه. الإنسان ينطوي على معجزات مذهلة. العين معجزة. ألم نجعل له عينين ترى الصورة بحجمها الحقيقي بألوانها الدقيقة. العين البشرية تفرق بين 8 ملايين لون، شيء مذهل. وفيها مادة مضادة للتجمد، وبالشبكية بالمليمتر مربع في 100 مليون مستقبل ضوئي، بينما أعظم آلة تصوير رقمية احترافية في بالمليمتر المربع 10,000 مستقبل ضوئي. فالعين من آيات الله الدالة على عظمته. الإنسان أيام يأكل طعام بيقول في بالطعام مثلا المادة الفلانية، في منكهات أحيانا، في مواد حريفة، بيقول لك في كمون حاطين، في نعنع بالشاي. نعنع؟ نعنع بالشاي. أي نعنع عندكم؟ بسوريا؟ نعم أنا من سوريا. إذا على عيني والرأس أهلا وسهلا. فما الذي يحصل؟ قال العصب الشمي 20 مليون عصب، ينتهي كل عصب بسبعة أهداب. الهدب مغمس بمادة تتفاعل مع الرائحة، تشكل هذه المادة مع الرائحة شكل هندسي. هذا الشكل هو رمز الرائحة. هذا الشكل يشحن إلى الدماغ، يعرض على الذاكرة الشمية، في 10,000 بند بالذاكرة الشمية. فإذا توافق الشكلان بتقول فيه بالأكل نعناع بمصر. ونعنع عينكم يعني. نعم. بتقول في بالأكل كمون، في بالأكل المادة الفلانية. هذه الدقة، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. يعني الحقيقة أنه في أشياء بالجسم عجيبة جدا. هذا القلب، هذا القلب بضخ باليوم 8,000 لتر يوميا، 8 أمتار مكعبة. بل إن قلب إنسان عاش 60 عاما يملأ أكبر ناطح السحاب في العالم، بضخة تعمل بلا كلل وبلا ملل. والله الذي لا إله إلا هو، لو نظر الإنسان إلى جسمه، يعني هذا الشعر في أعصاب محركة، كل شعرة فيها وريد وشريان وعصب وعضلة وغدة دهنية وغدة صبغية، كل شعرة. لكن ما في عصب حسي. لو في عصب حسي لاضطر الإنسان إلى الدخول للمستشفى لإجراء عملية حلاقة. لا قوة إلا بالله. لو في أعصاب حسية. أما سبحان الله، الأظافر والشعر ما في أعصاب حسية. موضوع توزع الأعصاب الحسية شيء مذهل. القلب بضخ باليوم 8 أمتار مكعبة، بيملأ ناطحة السحاب، أكبر ناطحة السحاب في العالم. العظام، الحركة، بل الآن في يعني كشف جديد أنه الإنسان يتبدل كل 5 سنوات. كل 5 سنوات يتبدل تبدل كلي. كل إنسان. نعم. أقصر خلية عمرها 3 ساعات، خلايا الجلد. سبحانه. وفي خلية عمرها 2 يوم، خلايا الأمعاء. والعظم أطول خلية عمرها 5 سنوات. فالإنسان يتبدل كليا كل 5 سنوات، شيء عجيب. أنت قبل 5 سنوات جسم آخر، بكل معاني هذه الكلمة.
إلا أن الدماغ والقلب لا يتبدلان، ولحكمة بالغة 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 لو تبدل الدماغ لنسي الإنسان اختصاصه، بل كنت طبيبا لنسي خبراته قدراته معارفه ذاكرته، بينسى كل شيء، لكن الدماغ لا يتبدل. فهذا شيء ثابت قديما، لكن مع الدماغ الذي لا يتبدل هو القلب. والحقيقة شيء بحير، أنا بثلاثين سنة بقول القلب الذي ذكره الله في القرآن لهم قلوب لا يعقلون بها هو قلب النفس، أما هذا القلب مضخة. الشيء المذهل أنه بعد أن تمت زراعة القلب، فالذي زرع قلبه لإنسان آخر ينتقل للآخر مشاعره أحاسيسه أذواقه. في قصص الآن تمت عملية 300 زرع قلب، 300 عملية زرع قلب، الميل حتى الميل القلبي، الميل القلبي حتى الإيمان حتى الكفر الإيمان، نعم، حتى المعارف حتى الأذواق حتى الأحاسيس حتى المشاعر. شيء مذهل، بحث طويل إن شاء الله بلقاء آخر بشرحه. فالآن تبين أن العقل بالقلب هذا الصنوبري، لهم قلوب لا يعقلون بها. القلب الآن فيه 50,000 خلية عصبية تأمر الدماغ، الدماغ يأتمر بالقلب الآن. طبعا الموضوع معالجة مستفيضة في أبحاث علمية دقيقة، أنا عرضته بشكل مفصل. الآن العلم اقترب من أن يرى أن القلب في خلايا عصبية قدرتها 5,000 ضعف عن خلايا الدماغ، وهي توجه خلايا الدماغ. فالآن في بالقرآن 154 آية عن القلب، كل هذه الآيات نفهمها فهما آخر بعد هذا الكشف. لهم قلوب لا يعقلون بها. القلب مكان العقل ومكان الفهم ومكان الإدراك ومكان الذوق ومكان الإيمان ومكان الكفر، بل إن هناك أبحاث تؤكد أن الإنسان إذا ذرع له قلب صناعي ينسى كل معارفه، ينسى أولاده، ينسى أحفاده، ينسى إيمانه. فلذلك القلب مركز الإيمان، بالقلب يؤمن وبالقلب يكفر، بالقلب يحس، بالقلب يتذوق الأحاسيس والمشاعر والأذواق مع خلايا عصبية توجه الدماغ. هذا كله من معطيات العلم. سبحان القادر العظيم. أنا أبدا أنا لا أثني على العلم، أنا لا أثني على الدين أبدا إذا وافق العلم. يا سلام، بارك الله. أنا أثني على العلم إذا وافق الدين. الموضوع ذا سعة ونحن في شوق عارم، نعم، لنستزيد من الفيوضات، نعم، التي من الله بها عليكم إن شاء الله، جزاكم الله خيرا. لكن بعد هذا الفاصل، نعم، لو أذنت لي إخوتي أخواتي نلقاكم بعد هذا الفاصل القصير، فتابعونا. الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة، هذا هو موضوعنا وتلك حلقتنا من برنامج الرد الجميل. نعود لضيفنا الجليل أستاذنا الدكتور محمد راتب النابلسي. أستاذنا، يعني كان سابقا يفهم أن القلب مجرد مضخة للدماء ليس إلا، الآن اكتشف أنه مركز الإدراك والعلم والإيمان والفهم والفهم، وهذا يتوافق مع قوله تعالى لهم قلوب لا يعقلون بها. نسمع أيضا في الفترة الماضية عن ما يسمى بالغشاء العاقل، فماذا عن هذا الغشاء وأين موقعه من القلب؟ أستاذ راضي جزاك الله خيرا. تفضل سيدي. المرأة حينما تلد ينزل مع الجنين قرص لحمي، هذا القرص اسمه المشيمة، في بها المشيمة غشاء عاقل، سماه الأطباء غشاء عاقلا لأنه يقوم بأعمال يعجز عنها العقلاء. هي المشيمة يتجمع فيها دم الأم مع دم الجنين،
سبحان الله. ولا يختلطان، ودم الأم زمرة ودم الجنين زمرة. ومن بديهيات الطب أن الإنسان إذا أعطي دما من زمرة غير زمرته لمات فورا بانحلال الدم، لمجرد أن يأخذ الإنسان دما من زمرة أخرى يموت فورا. الشيء العجيب أن هذا القرص اللحمي يجتمع فيه دم الأم مع دم الجنين ولا يختلطان، بينهما غشاء عاقل. يقوم هذا الغشاء العاقل بأعمال يعجز عنها العقلاء، سمي غشاء عاقلا، هي يد الله عز وجل. جل شأنه. ماذا يفعل هذا الغشاء؟ يأخذ الأكسجين من دم الأم يضعه في دم الجنين، ثم يأخذ السكر من دم الأم يضعه في دم الجنين، ثم يأخذ الأنسولين من دم الأم يضعه في دم الجنين. صار في دم الجنين سكر، أكسجين، أنسولين. يحترق السكر بالأكسجين عن طريق الأنسولين فيولد طاقة. الطفل حرارته في بطن أمه 37. من أين جاءت هذه الحرارة؟ من هذه العملية المعقدة. الغشاء العاقل يأخذ عوامل مناعة الأم وينقلها إلى دم الجنين، فالجنين محصن من كل الأمراض التي أصيبت بها أمه. هذا من أعمال الغشاء العاقل. الآن الغشاء العاقل يعرف كم يحتاج الجنين من كل أنواع الأغذية، البروتينات، الشحوم، الشحوم الثلاثية، السكريات، الفيتامينات، المعادن، أشباه المعادن بالألاف. هذا الغشاء العاقل ينفذ حاجة الجنين من الغذاء. قبل قليل قلت أنه لما أخذ الغشاء العاقل الأكسجين والسكر والأنسولين وضعها في دم الجنين صار في احتراق. صحيح. نواتج الاحتراق ثاني أكسيد الكربون، غاز الفحم، يأخذه الغشاء العاقل من دم الجنين يضعه في دم الأم. نفس الأم جزء منه نفس جنينها، يخرج زفير. زفير، زفير الأم في زفير جنينة، إنه كمان الجنين أخذ السكر والأكسجين والأنسولين احترقوا في ناتج على الاحتراق، هو غاز الفحم. غاز الفحم ينقل من دم الجنين إلى دم الأم ويخرج مع نفس الأم مع زفيرها. الآن لما انتقل لدم الجنين كل المواد الغذائية وتم الاستقلاب في ناتج آخر هو حمض البول، يأتي الغشاء العاقل يأخذ حمض البول من دم الجنين يضعه في دم الأم يخرج مع بولها. إذا يقوم هذا الغشاء بشيء معجز. أحيانا الجنين تنقصه مادة معينة، فكيف يخبر أمه؟ ما الطريقة إلى إخبار أمه؟ شهوة الأم في أثناء الحمل متعلقة بحاجة الجنين. لو في نقص بوتاس، الأم تشتهي طعاما في بوتاس، شهوة الأم للطعام أثناء الحمل تعبير عن حاجة الجنين لهذه المادة. فهذا الغشاء العاقل سماه العلماء غشاء عاقلا لأنه يقوم بأعمال تعجز عنها العقلاء. والحقيقة الدقيقة إنها يد الله تعمل في الخفاء. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. قال: لو تركت وظائف الغشاء العاقل لأكبر أطباء الأرض أو لمجموعة كبيرة من أطباء القلب لمات الجنين في ساعة واحدة. هي عناية الله عز وجل. فهذا الغشاء العاقل هو غشاء يقع في المشيمة، والمشيمة قرص لحمي تجتمع فيه دورة دم الأم مع دورة دم الجنين ولا يختلطان، ويقوم بهذه الوظائف. يقوم بوظائف الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي والبنكرياس وكل الوظائف يقوم بها هذا الغشاء العاقل. يعني بالقلب بالجنين ما في دورة دم صغرى، ما في هواء، لأنه فالرئتان معطلتان في الجنين. فالله عز وجل بيفتح ثقب بين الأذينين، كشف عالم فرنسي اسمه بوتال. هذا الثقب ينقل الدم من أذين إلى أذين. حينما يولد الطفل دقيق تأتي جلطة تغلق هذا الثقب. سبحان الله. فإن لم تغلق يصاب الطفل بمرض الزرق اسمه، يموت بعد سنوات.
أنه الأذينان فتح ثقب بينهما، الطفل بالجنين برحم الأم الدم ينتقل من أذين إلى أذين، فإذا ولد أغلق هذا الثقب وانتقل الدم من القلب إلى الرئتين. الدورة الصغرى معطلة في رحم الأم. إذن هذا ثقب بوتال كشفه عالم فرنسي اسمه بوتال، مفتوح بين الأذينين، يد من تتدخل لإغلاق هذا الثقب عند الولادة. اللطيف الخبير الله عز وجل. يعني الإنسان هو غارق مستغرق بالنوم، تجي رسالة من الفم إلى الدماغ أنه لقد زاد اللعاب في الفم، يأتي أمر من الدماغ إلى لسان المزمار، بيغلق طريق الرئة بيفتح طريق المري، الإنسان بيبلع لعابه هو نايم. أي شيء لا يصدق. الآن في آلية معقدة جدا 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 يملكها الطفل حينما يولد، آلية المص، منعكس المص. هذا الشيء يعني بيضع شفتيه على حلمة ثدي أمه ويحكم الإغلاق ويسحب الحليب. يعني كيف لعلمائنا استخدام الإعجاز العلمي للقرآن الكريم في مخاطبة الغرب؟ سيدي، ولما تبقى لنا سوى دقائق معدودة، هل تصدق، تفضل سيدي، أن الله سبحانه وتعالى ذكر البعوضة وهي أحقر مخلوق في حياة الإنسان؟ النبي أكد هذا المعنى عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم، قال لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. هذه البعوضة وردت في القرآن الكريم، إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. نعم. الآن بعد أن اكتشف المجهر الإلكتروني وضعت البعوضة تحت المجهر، تبين أن في رأسها 100 عين، وفي فمها 48 سنا، وفي صدرها قلوب 3، قلب مركزي وقلب لكل جناح، وتملك البعوضة جهازا لا تملكه الطائرات، جهاز استقبال حراري، ترى الأشياء بالحرارة، وحساسية هذا الجهاز 1 على 1000 من الدرجة المئوية. مع البعوضة جهاز تحليل دم، ما كل دم بناسبة، مع جهاز تميع، مع جهاز تخدير، وفي خرطومة 6 سكاكين، 4 سكاكين لإحداث جرح مربع، وسكينان تلتئمان على شكل أنبوب، وفي أرجل البعوضة مخالب إذا وقفت على سطح خشن، ومحاجم إذا وقفت على سطح أملس. الآن نقرأ الآية، إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها. هذا هو الإعجاز العلمي، وردت البعوضة في القرآن. فلما اكتشف الإنسان المجهر الإلكتروني بكبر 400,000 مرة، أصبح للبعوضة 100 عين و48 سن و3 قلوب وجهاز استقبال حراري وجهاز تميع وجهاز تخدير وجهاز تحليل للدم، شيء مذهل. سبحان الله تعالى. أستاذنا يعني لا يمل من الاستماع إليكم وجزاكم الله عنا خيرا، لكن وقت البرنامج للأسف هو الذي يعني يدهمنا، فلا يسعنا في نهاية هذا اللقاء إخوة أخواتي باسمكم جميعا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى ضيفنا وضيفكم العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، الداعية الإسلامي المعروف بسوريا الشقيقة والعالم الإسلامي والعربي، سائلين الله عز وجل أن يجزيه عنا وعنكم خير الجزاء. إخوتي أخواتي، نشكركم على حسن المتابعة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.